مرسي سيد الكرسي في مصر وخادمه في إسرائيل، الخطيب البليغ المفوه، وضع العمامة عن وجهه فعرفناه، الرويبضة الإمعة، الحاكم بأمر واشنطن، النافث في كير تل أبيب ولا فخر. مرسي الذي لم يخجل ذات يوم من أن يلوح لمصريين غاضبين يطالبونه بالرحيل مبتسما في وجوههم دون حياء، ربما لأن لهجة المصريين صعبة عليه، لم يفهمها ولن يفهمها، وهو المشغول دوما بالسهر على راحة الشعب السوري، وقد نسي تماما الشعب المصري، رغم مئات الآلاف من المتظاهرين الذين لم يكلوا الزحف إلى قصر الاتحادية ليطالبوه بالرحيل، وقد صم أذنيه بالطين والعجين. التدخل الخارجي وإقامة منطقة حظر جوي في الأجواء السورية هي ما دعا إليه نصف الرجل، وهو نصف لأنه باع دينه وقوميته مرتين، ونسي شعبه وهموم شعبه، ونسي فلسطين، ولم يتذكر منها إلا السفارة الإسرائيلية التي يلوث علمها سماء قاهرة المعز منذ أكثر من 30 عاما. وإذا كان السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا في النموذج المصري، فإن دمشق التي أهدت العرب عروبتهم والإسلام قيامه السمحة والعالم نواة حضارته، الرابضة على كتف قاسيون منذ الأزل، ستسير إلى أمامها، لا تأخذها في الله لومة لائم، ستبقى دمشق وسيزول مرسي، وإن غدا لناظره قريب. سقط القناع عن القناع، سقط القناع ولا أحد إلاك، في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء، فاجعل كل متراس بلد، عرب أطاعوا رومهم، عرب وباعوا روحهم، عرب وضاعوا، سقط القناع. نشرة الأخبار.